وصفة طبيعية لعلاج تصبغات البشرة وليطاج وتوحيد لون البشرة للنساء والرجال. في زوج تقدروا تستعملوها صح، حنخدموها بعشبة واحدة برك وبالماء، تبع معايا حتعرف واش حدير لنا هذه الوصفة. حتنقص لنا تجاعيد، علاش؟ على خاطر راهي مضاد أكسدة بزاف مليح. مضاد أكسدة معناتها حيخدم على الجذور الحرة، يخلي المرونة تاع البشرة تاعي تزيد ونقصو مشيخوخة المبكرة. لازم تعرف باللي مضاد أكسدة معناتها يمنع من ظهور البقع في لو فيزاج تاعنا، يحارب لنا ليطاش القدم، ينحي لنا ليطاش القدم. ما كاش دي برودوي ينحيو ليطاش القدم، هاد الوصفة تنقص لنا ليطاش القدم حتى وين يروحو كاع، وتمنع ظهور ليطاش اللي يكونوا جدد حيبانو ليطاش، تمنع الظهور تاعهم. مضاد لتهيج البشرة، يوحد لون البشرة، نزيد نعاود نقولها. ولا تروازيام شوز، الناس اللي عندهم البشرة دهنية ولا بشرة مختلطة، يعدل وينظم الإفراز تاع الدهون في الفيزاج تاعنا، وينيطواي البشرة تاعنا وينقص إفرازات الدهون. تسمى البشرة تاعك تقدر تداويها، ما تقعدش دائما دهنية. والمرأة الحامل والمرضعة دائما حنا نقول لهم كاين بزاف منتوجات ما تقدروش تستعملهم، هاد العشبة آمنة وهاد الوصفة آمنة للمرأة الحامل والمرأة المرضعة، على خاطرش راهم دائما عرضة كثرتها في النساء الحامل والمرضعة، راهم عرضة لظهور ليطاش في الفيزاج تاعهم. ديجا كاين ليطاش تاع الحمل تاع لا غروسيس وتاع الرضاعة. الوصفة واش حيكون فيها؟ عرق السوس. اشرو عرق السوس؟ نديرو 100 غرام تاع عرق سوس نفتتوه صح، نديرو معاه ريتلا تاع الماء، 1 لتر تاع الماء دو بريفيرونس ماء مقطر، نديرو ليتر تاع الماء ونديرو فيها لداخل جذور عرق السوس يكونوا مكسرين، نحطوهم على نار تكون خفيفة ضعيفة ونخلوهم يغليو. تقولوا لي رانا غلينا العشبة وغلينا المكونات اللي فيها حيتحرقوا؟ نو، عرق السوس الزيوت الطيارة ولا ليزوي ليسونسيال اللي فيه يتحملوا درجة الحرارة وما يتبخروش مع درجة الحرارة، ومام لي كومبوزون لي برينسيب اكتيف تاعهم ما يصرالهمش هدم في درجة الحرارة، بزاف مقاومة ما متخافوش كاع من درجة الغليان. نخلوها تغلي حتى وين يشوف هذاك الماء ويبقى لنا فيه مقدار تاع 5 ملاعق كبار. ثم نكونوا بدينا نغليو ريتلا 1000 مليلتر، نلحقوا حتى ل 50 مليلتر. كي نشوفوا الحق لل 50 مليلتر نطفوا النار نخلوها تبرد، نحو هذوك الجذور وهذاك لو ليكيد اللي قاعد لنا حتلقاوه ثقيل، نديروه داخل قرعه تاع زجاج يكون لون تاعها غامق، نغلقوا عليها بيا ونخبيوه في الجدار. كي نستعملوا قطرات برك على لو فيزاج تاعنا ما نديروش حول العينين، لو كونتور دي زيو نيفيتيوه، نديروا قطرات برك في البشره تاعنا كل يوم في الليل، اسبوع 10 يوم 15 يوم رجعوا لي النتيجه وتقولوا ما قالها لكم السامر.